بالنسبة لتعداد المترشحين عندنا 9972 مترشح، كانوا غايبين 1025 مترشح، منهم 981 أحرار، 44 تلميذ متمدرسين يعني بنسبة 0.74، نسبة كانت قليلة. كل الظروف كانت ملائمة باش الامتحانات تعدي مليح. عندنا بطبيعة الحال 37 مركز، منهم مركز لإعادة التربية، عندنا نزلاء 52 مترشح، فيهم 3 شعب، شعبة السير والاقتصاد، شعبة الآداب، وشعبة العلوم.